ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي تعاملات اليوم منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.9% عند مستوى 9432 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 964 مليون درهم. من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة بينما انخفضت أسهم 20 شركة، بقت 27 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 9.49 عند 27 درهما فاصل 92، فيما ارتفع سهم حياة للتأمين بنسبة 6.25 ليغلق عند الدرهم فاصل 36. أغلق سهم بنك أم القيوين الوطني مرتفعا بنسبة 5.26 ليغلق عند الدرهم فاصل 80، بينما انخفض سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة بلغت 5.97 ليغلق عند 0.36 درهم. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة بلغت 0.30% عند مستوى 3996 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 238 مليون درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات بينما انخفضت أسهم 18 شركة، بقي 8 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 6.68 عند 3.99. كما ارتفع سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.62 عند 2.35. أيضا ارتفع سهم شركة أرامكس بنسبة 2.35 عند 2.17. بينما أغلق سهم الإسلامية العربية للتأمين منخفضا بنسبة 7.58 عند 0.53 درهم. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية أبدأ مع حضرتك المشاهدين أستاذ باسم من سوق أبو ظبي والذي تراجعت اليوم، ما تحليلك أيضا لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ والله خلينا نقول ان الامارات العربيه كان بقى لها فتره كبيره كانت في تحديات في الاسواق هناك في ناحيه المقاومات وكده. احنا وصلنا بالفعل ل 9600 اللي عندها السوق ما قدرش يكمل، دي كانت مستوى مقاومه مهم، وكان خلينا نقول ان ده التريجر بتاعنا او المستوى اللي عنده ممكن نغير تماما وجهه النظر ان السوق يكمل في اللي يروح لل 9800 وال 10000 نقطه. بس ده ما حصلش، ظهرت ضغوط بيعيه عند 9600 ادت الى الهبوط مره ثانيه. غالبا هنلاقي دعم قريب عند 9400، احنا النهارده 9532 تقريبا، عند 9400 9450 هيبتدي دعم اول مستوى دعم. اظن ان ممكن من عنده تظهر القشره الايه مره ثانيه ويبتدي ترتفع المؤشر. خلينا ناكد ان اختراق ال 9600 هيبقى عامل ايجابي جدا لسوق ظبي، وممكن يشهد بعديها زخم شرائي كبير جدا لغايه مستوى ال 10000 نقطه. فعشان كده النقطه دي مهمه جدا ان الناس تفضل مراقباها وشايفه بمجرد اختراقها لاعلى السوق هيشهد موجه سعريه صاعده قويه جدا. نعم، ده بالنسبه لسوق ابو ظبي، وبالنسبه لسوق دبي الذي عاد للارتفاع مجددا، ما تحليلك ايضا لاداء السوق بشكل عام؟ احنا كان عندنا نسبة في سوق دبي، احنا كنا انخفضنا بقالنا فترة في منتصف اكتوبر تقريبا الماضي، واليوم عاد الارتفاع صحيح، من ال 4200 نقطة. النهاردة احنا بنحاول نتخطى حاجز ال 3980 4000 نقطة مرة تانية. في حالة تأكيد الاختراق دوت خلال جلسات الاسبوع الحالي او الاسبوع اللي جاي، هيبقى احنا عندنا كده عدينا كل مستويات المقاومه او مستوى المقاومه اللي كان المفروض يتم اختراقه، وهيبقى عندنا مستهدف عند ال 4200 ثم ال 4500. احنا في انتظار ان القوه الشرائيه تستمر في التواجد داخل سوق دبي وتقدر ترتفع بالمؤشر، وده لو حصل خلال زي ما بقول خلال اغلاق الاسبوعي للمؤشر، ساعتها برضو فيما يلي هيبقى في زخم شرائي كبير على سوق دبي المالي.
نعم، أيضا ما هي الأسباب التي أدت لنمو أرباح أغلب الشركات الإماراتية المدرجة بنهاية 9 أشهر الأولى من العام الجاري؟ العام الحالي كان معظم شركات سوق الإمارات بالضبط كانت فيها حركة عمل على الأرض. صحيح، بغض النظر عن الأسهم كان في حركة عمل على الأرض كبيرة جدا. الحركة دي أدت بالطبيعي إلى نمو أرباح كبير في الشركات ديت، وحصل عمليات انتاج وعمليات بيع كبيره ادت الى نمو ارباح الشركات ديت، وده خلى المستثمرين يبقى عايزين يستثمروا داخل الشركات ديت، لان خطط التوسعيه اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت من حكومه الامارات بشكل كبير على الاسهم بتاعه السوق او الشركات المقاده في السوق عمقت السوق بشكل كبير جدا، وخلت المستثمرين الاجانب كان يبقوا بيخشوا في السوق بكثافه. نعم. ويشتروا الاسهم، وده كان عامل ايجابي جدا جدا لكل الشركات اللي موجوده داخل الامارات. نعم، على ذكر قطاع نتائج الاعمال، ما هي القطاعات الواعده في اسواق المال الاماراتيه؟ اظن ان الفتره اللي جايه برضه هتشهد زخم شرائي في القطاع العقاري في داخل الاسواق الاماراتيه، وقطاع البنوك الخدمات الماليه غير المصرفيه، كمان قطاع الطاقه في شركات كثيره شغاله. صحيح. في الغاز وشغاله في البترول. اظن ان الفتره الجايه هتبقى فيها زخم شرائي بشكل كبير جدا. دول اكتر 3 قطاعات انا شايف ممكن يكون في خلال السنه اللي جايه كامله فيهم زخم شرائي، وتؤدي الى ارتفاعات قويه وارباح قويه للمستثمرين. نعم، ايضا استاذ باسم، قطاع الطاقه او ما هي الفرص في قطاعات الطاقه؟ انا اظن ان الطاقه النظيفه كمان هي اللي هتبقى الحاجه الواعده اكتر. يعني شركات الغاز الطبيعي، شركات الطاقه الخضراء، الطاقه النظيفه، العالم كله بيتجه الى الطاقه النظيفه والطاقه الخضراء زي ما بيقولوا كده، والامارات من الدول الرائده في الشركات بتاعتها في هذا المجال. يعني انا يعني شركات الغاز الطبيعي تقريبا اكبر شركات موجوده في الشرق الاوسط. نعم. فاظن ان الشركات دي هي هتبقى هو العامل الاساسي او العامل الاول لجذب المستثمرين، هي شركات الطاقه النظيفه او الطاقه اللي هي مختلفه شويه عن الطاقه البتروليه. نعم، وضحت النقطه. بشكر حضرتك استاذ باسم ابو غنيمه، مدير التحليل الفني بشركه عربيه اونلاين للاوراق الماليه، لمشاركته معنا اليوم.